السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاءت الأقدار أن أزور هذه المنطقة من الوهلة الأولى التي رأيتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عبر أثير قناة تي في دكان للثقافة والتواصل والإبداع الفني الشبابي. اليوم إن شاء الله كنتواجدوا في منطقة دوار تربيحين إقليم تارودان جماعة المكانت. في هذه المنطقة إن شاء الله بحول الله غادي نتكلموا حول معاناة هذه الساكنة في بناء المسجد بيت الله عز وجل اللي كيعانيوا منه هذه سنين. يعني نتمنوا إن شاء الله من المحسنين أو الفعاليات المجتمع المدني يدخلوا باش يشوفوا يد المساعدة ويطلبوا يد المساعدة من فعاليات المجتمع المدني وكذلك جمعيات سواء في أرض الوطن ولا خارج الوطن بحول الله. حنا أول مرة كتشوفوا القناة ساهمونا بالاشتراك ديالكم باللايك ديالكم إن شاء الله باش نعاودوا هاد الساكنة هذه اللي هي دوار تربيحين إقليم تارودان جماعة المكانت. تحياتي لكم. من بعد ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الارتسامات للساكنه ديال اهل المنطقه بحول الله. ما تمشيو فين احبتي في الله. على بركه الله كيف ما كتشوفوا الان حنا كنتواجدوا في المنطقه ديال دوار تربيحين اقليم تارودان جماعه المكانت. قياده عرقانه قابله دو محمود دائره اولى التيمه اقليم تارودان. حنا كنطلبوا من المحسنين باش يد المساعده. راه حنا الناس البسطاء ما عندنا باش نبنيو هذا المسجد. راه ريبناه والله غالب. راه حنا محتاجين بزاف والناس راه محتاجه بزاف ودوار غير فقراء. راه عمر غير فقراء من اللي ساعدنا. راه ربي اللي غادي يجازي. يعني كيف ما كتشوفوا هذه نداء الساكنة منطقة تربيحين إقليم تارودان جماعة المكانت قيادة أرقانة كيف ما قال السيد. يعني كنحاولوا نشوفوا واحد الارتسام ولو باللغة الأمازيغية. يعني نساو السد الحسن انت الحسن داك الكلمة دا الحسن انت حسن المطلب غير المحسنين تعاون ولا الناس غير تعاون بين الجاليه بنادم الا غير ديال يعني الناس اللي كبسطاء كان فوقنا على كل غير اللي ملي تلبس جديد لكن لا يعني غير الا غمس قبيله جو محمود جماعه المكان قيادة أرقانة الدائره اولى التيمه يخلين تاريخا ممكن هذه نحتاج سمو سبعه بزاف وني هضر بي هذا غيعاون غمس الخيله حتى نطلب من كلمه باش نتكلم والو يا الخيله ذات ديالي الله غال حتى نزيد حتى ثلاث تريب لا ضغط عليه الدراري كيسا قران صافي نريب داك صافي يعني صافي تهدم اي يعني نتمنى كل تزرام ايتما ديال السماء يعني النداء هذا يلكم فعاليات المجتمع المدني هات الصمعيت انتي مزقيده هات تيد ولا تيك جده. يعني العواده هما كاينين هنايا كيف ما قلت لكم كندويو بالشلحه وكندويو بالعربيه باش نوصلوا النداء لاهل المنطقه. هما كتشوفوا الناس يعني اهل المنطقه هما كيعاونوا الناس باش يلبيو النداء ديالهم. يعني كيديروا واحد التعاون بيناتهم ولكن حد الان ما كايناش يد المساعده لاهل المنطقه. كنتمنوا يعني الناس يشوفوا العوين لهاد الناس. هذا غادي نبارطاجيو معكم هاد الفيديو هذا عبر مواقع التواصل ان شاء الله باش يلكم باش يوصل عفوا للجميع سواء ارض المغرب ولا في الخارج ديالو ان شاء الله بحول الله. الماتيريالات دار السيد دا عرب دا عرب ولا ساول الشلحيس تكلم ساول ساول المحسنين راه غادي نقول لك كذا هاتي اريد نسوان كلشي اللي بين امرين
ان شاء الله بحول الله ازري دار السيدات ولا نتن تيساون المحسن هذا عاون المزيدات كل اللي غا الفقراء وهما غير والو ربي قاطي ولا كثير هذا اللي خلص ربي امين يا ربي ان شاء الله وريدي ابلا الخير ان شاء الله بحول الله اي سمعتنا ولا كيف ما كتشوفوا احبتي في الله يعني غادي نوريكم يعني اللوازم ولا الحاجيات اللي كاينين حد الان يعني الله كريم نحاولوا ما امكن نعاونوا هذه المنطقه هذه ولو بالقليل ان شاء الله يعني كيف ما كتشوفوا ها هي الصومعه ديال المسجد ها هي الصومعه ها هي اول مسجد كيبقى انتم كتشوفوا منزل مقصور ها هي المقصوره السلام عليكم غيلاد ان شاء الله بحول الله راه نفك الكلمه للطالب انت مسجده ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احبابي الكرام نتمنى غا ندلي كاع المحسنين اللي تعاون جميع الفولكين هذا عاون غا المسجدات اللي الا غا غات المنطقه انا المنطقه جبليه غا ختمي جانت غا القياده أرجانا جماعة المكنت إدو محمود المسجد إلا يوضور لمي لي كنسيسمنس تربحين جماعة جماعة المكنت نتمنى المحسنين أدا عون المسجد يعني المسجد هي المسجد اللي كان المسجد قديم بزاف يعني فغلنا غل بلاص الدراري اللي يقران ولا سميتو يعني حتى الدراري اللي يقران اللي كنا اللي يقران راه كنا مساكن غتجاونا غير بلاص اللي كان خطر خطر ميت التكسر مش افلاتنا وتهدم البلاص اللي غنقرا ولا البلاص اللي غنكان ولا البلاص اللي المهم جميع الناس سميتو الخطر الا قلت المسجد يعني حاليا غير نتناد ارجن ربي تبارك وتعالى اولا ارجن المحسنين تعاون المسجدات ايتوبنا وان شاء الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ان من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنه ربي تبارك وتعالى القران العظيم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدون عند الله هو خير واعظم اجرا نضرب ربي تبارك وتعالى اي قبل كل وان العون غا المسجد استقلال ولا الكثير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه سيداك طالب انت مسجده سميرتن كبيره نتمنى غيك لي يسوني اي لك ميساج هاد الفعاليات ان شاء الله بحول الله. بسم الله حيد الصناره المقصوره ديال الامام كيف ما كتشوفوا انتما كتشوفوا راه يعني قريبا للنهايه راه يعني مقصوره فين كان فين كنصليو راه هو اللي بقى لي ورتح بقى لي والو انتما كتشوفوا هنايا والدراري كيقراو يعني المسجد ما بقى ليه والو يطيح على يطيح صافي يدير لنا فضيحه انتما كتشوفوا كيف ما قال لكم السيد يعني على وشك الانهيار يعني ما حد يعني بين عشيه وضحاها تقدر تشي شي عاصفه ولا شي شتاء يعني تقدر تهبط هذا الشيء هذا كامل على قد المسجد مبني غير بالتراب مبني غير بالتراب غير ديال اللوح ما يعني ما داير والو راه عيان وانا كتكون العاصفه ديال الرعد وتكون الشرب بزاف في الجد راه يعني ما بقى والو المسجد تاعها صافي يعني دابا كيقراو فيه خفنا باش يوقع لنا شي مشكل معنا حنا غير ببساطه معنا باش نبنيو كنطلبوا من المحسنين الله يهداه الله يساعدنا ولو بقليل يداد كاع الشيخ دارت 85 سنه تبارك الله بارك الله انت يبقون كل شيء دوار تبارك الله يكون بخير باش تسمى ان كل شيء نبنوا دوارات ببساطه يعني المسجد
مهدد بالانهيار. انا الى باغي يدير في الدراري دراري ساقلان بزاف ديال المستقر المفقي بزكم بخير ودير انا ديك ما كيسه انا داغي عاون لي لوجه الله تعالى وان الله لا يضر اجر المحسنين. سلام 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 يالله تنمير نول بريع الزن اسمتنا هذه السماء كليس تزران يعني نتمنى ان شاء الله هاد اي لكم فعالية المجتمع المدني اهل المنطقة يعني كنتمنى هاد النداء هذا يوصل لجميع مواقع التواصل الاجتماعي باش يعاودوا يعاونوا عفوا هاد الناس هادو يعني البسطاء المتواضعين الله يحسن الاحوال الجميع يعني في هاد الحاله هذه وفي الحاله المزريه اللي كتواجد فيها المنطقه حتى الماء الصالح للشرب ما كاينش عندهم حتى الان الوديان راها جافه وكنتمنى ان شاء الله من السلطات ولا فعاليات المجتمع المدني يتوصلوا بهاد الفيديو هذا يعني كيف ما كتشوفوا الصومعه يعني هذا هو غادي نخليكم هو هذا اخر ميساج بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله. كنقول لكم تحياتي لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.